أهلا بكم مرة تانية ونشرة مفصلة عن أحوال الطقس النهاردة. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا يعني بكم. أنا وبسنت قاعدين مستنيين الصيف بحر من الجمر، طمنينا على أحوال الطقس لأنه بدأ الطقس يميل إلى الدفء قليلا، يعني زي ما حضرتك قلت لنا امبارح، بس لسه بالليل في قليل من البرودة، فطمنينا على الطقس بالتفصيل يا دكتورة منار. عشان طبعا التذبذب الكبير في درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل، النصيحة اللي بنقولها قبل ما نبدأ النشرة الجوية ان احنا لازم ما ننخدعش بالدفء فترة النهار ونغير نوعية الملابس، لان لسه في انخفاضات في درجات الحرارة يمكن نلاحظها كمان نهاية هذا الاسبوع. لكن اليوم ان شاء الله هيكون في مزيد من التحسن والاستقرار في الاحوال الجوية، هيأثر علينا امتداد مرتفع جوي موجود على سطح الارض، وبالاضافة كمان وجود امتداد مرتفع منخفض جوي في طبقات الجو العليا. العوامل دي هتخلي في استقرار وتحسن في الاحوال الجوية. هنلاحظ زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع تكون 23 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي هنحس بالأجواء الربيعية المائلة للدفء خلال فترة النهار على أغلب محافظات شمال البلاد، مرورا بالسواحل الشمالية الوجه البحري القاهرة الكبرى. أجواء مائلة للحرارة على جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون خلال فترة النهار، لكن خلال فترات الليل أول ما أشعة الشمس بتغيب بيحصل ملحوظ، بيبقى في فرق بالبرودة. صحيح. بالفعل، وبيبقى في فرق بين فترة النهار وفترة الليل كبير، والأجواء بتكون باردة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال فترة الليل. دايما الظاهرة الجوية بتبقى مؤثرة معانا في الاستقرار في الأحوال الجوية هو طبعا تكون لشبورة مائية فترة الصباح الباكر، ساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة أو القريبة من المسطحات المائية، لكن الحمد لله هي ما بتأثرش بشكل كبير على الرؤية الأفقية، يعني الكثافة بتاعتها مش كبيرة، لكن أكيد لازم ناخد بالنا منها أثناء القيادة فترة الصباح الباكر. متوقع معانا غدا يكون في ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة، مؤقت يعني هيكون يوم الثلاثاء فقط، هتكون العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية خلال فترة النهار، لأن بعض الكتل الهوائية الجنوبية هتأثر علينا، فهنحس بالأجواء المائلة للحرارة خلال فترة النهار في المناطق الشمالية حارة في المناطق الجنوبية، لكن اللي احنا هنأكد عليه ان فترات الليل هيكون فيها انخفاض مع يوم الأربع مرة أخرى، درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير وبشكل ملحوظ، لأن احنا متوقعين مع نهاية الأسبوع توصل العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية فترة النهار، 12 درجة مئوية خلال فترات الليل، فعشان كده بننوه من الأول بلاش الانخداع بفترات الدفء فترة النهار وتغيير نوعية الملابس. الملابس الصيفية مش هتكون دلوقتي خالص، فترات النهار ممكن نرتدي الملابس الخريفية، لكن فترات الليل اللي بنأكد عليه. تمام، بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15، العاصمة الإدارية 23-14، الإسكندرية 21-13، والعلمين الجديدة 20-14، مطروح 20-14، دمياط 23-14، بورسعيد أيضا 23-14، الإسماعيلية 24-14. نروح للسويس، درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13، والعريش العظمى 22 والصغرى 13، كاترين العظمى 17 والصغرى 4، ولكن في طابة العظمى 20 والصغرى 14، حلايب 26-16، شلاتين 27-17، شرم الشيخ 27-15، والغردقة 26-15. في الفيوم العظمى 24 والصغرى 12، بني سويف 24-12، الوادي الجديد 28-12، وأسيوط 26-12، سوهاج 27-13، وقنا 26-15، الأقصر درجة الحرارة العظمى فيها 28 والصغرى 15، أما أسوان فالعظمى 29 والصغرى 16.
انتهت نشرتنا الجوية بالتفصيل، ودلوقتي هنرجع تاني لمصطفى وبسنت ونستكمل مع بعض باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا هلا، بنشكرك.